وبأول فقراتنا فرح حنفردها لمساحتنا الطبية ولموضوع كتير بهم الصبايا وأيضا الشباب، وهي النتبة. كتير منشوف أشخاص عملوا عمليات أو تعرضوا كان لتصبغات جلدية ساوت لهم نتبة، ممكن تسبب لهم إحراج بين الناس، خصوصا مشاكل نفسية رشا كمان. بس اليوم يمكن مع تطور الطب، مع العلاجات الكتير ومع الطب التجميلي إذا بدنا نحدد أكثر، صار في حل يمكن لكل شيء. أكيد فرح اليوم من خلال ضيفنا وهو الدكتور ضياء بلقيس، طبيب جراحة تجميلية. حنتعرف عن النتبة، أنواعها وأسبابها، وهل اليوم التجميل قادر أنه يمحي هاي النتبة. معلومات كتير أكيد حيخبرنا عنها ضيفنا لليوم. سعد صباحك حكي. صباح النور. كيف صحتك؟ صباح الخير دكتور. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. اليوم لما بنحكي عن مفهوم النتبة، خلينا نعرف شو هي وقد يمكن الجرح بيحتاج لفترة زمنية لحتى ينقال عنه نتبة. تمام. والله هو موضوع معقد وكبير جدا، ومن أكثر المواضيع اللي بصير فيه تساؤل وجدل وأحيانا خلاف بين المريض والطبيب، هالموضوع إنه إمتى الندبة بدها تروح وليش ندبتي مختلفة عن ندبة غيري. فهو موضوع بيتأثر بعوامل عديدة، يحتاج لزمن ويحتاج لعناية قبل العملية وبعد العملية. فتعرض لأسئلة أحيانا مثل ما تفضلت، إنه ممكن المريض يسأل إنه ليش ندبتي، قديش بدها وقت. أول شيء نعرف الندبة، الندبة هي رد فعل الجسم على أي أذية بالجلد. أحياناً أو غالباً الجسم بيبالغ بردة فعله، هي ردة الفعل بتعطي ندبة واضحة أكثر. يعني مشيت نحن ما لنا قادرين نوجه الجسم دائماً ليعطي الندبة على طلبنا. ردة فعل الجسم تختلف من شخص لآخر، من لون بشرة لتاني، نفس الشخص بجسمه في أماكن بتعطي ندبات أفضل من أماكن تانية. ونفس الشيء هذا بيعرضنا لسؤال، إنه أنا كانت ظاهرة مثل أماكن الصدر، أماكن الكتف، هي أماكن ندبات ظاهرة لأسباب معقدة. الجسم هون عنده ردة فعل كبيرة يعطي ندبة ضخمة، فبصير عنده تخوف إنه أنا كل جروحي هيك جسمي هيك. لا، في أماكن تانية بالوجه مثلا ندبات بتكون ناعمة. دور الطبيب، دور المريض طبعا بيلعب دور، بيلعب أثر مهم. سبب الإصابة، هل هو كان في جرح نظيف أو جرح عقيم، له دور كمان. قد في تفاصيل الندبة دكتور؟ يعني تفاصيل كثير كبيرة عم تحكي، حتى بمكان معين من الجسم ممكن تختلف الندبة من شخص لآخر ومن لون لآخر. طيب دكتور، شو هي يمكن أكثر مناطق الجسم اللي هي معرضة إنه يكون فيها ندبات، يمكن حتى تطول لحتى بدها علاجات كثير حتى الشخص يخلص منها مثل ما بنقول؟ من أكثر مكانين، من المنطقة منتصف الصدر، هي أحيانا البعض بعيد الشارع عن الجميع تعرض لجراحات قلبية، هي ندبات واضحة جدا. زائد الكتف، الأطراف السفلية، أحيانا أي حدا عنده مشكلة صحية مثلا سكري، الأقدام هي أكثر شيء بتعاني كجلد، هي علاقة موضوع بالتروية الدموية. أما الوجه مثلا الشفاء سريع، فهذا المثالين عندنا، منطقة الصدر الجروح ندبات عند الجميع تقريبا واضحة، أما الوجه ندبات جميلة. طيب دكتور، هي من اسمها نتبة، يعني هي علامة يمكن ترافق الشخص كل عمره، صحيح؟ اليوم الطب التجميلي قادر أنه يمحي هاي العلامة أو لا؟ كلمة محي وإزالة كمان نحن بندقر عندها. يعني مريض بيجي يقول لي أنا جاي بدي شيل الندبة، قل له وقف، كلمة شيله ما بنستعملها، خلينا نحسنها نخففها، ولكن ما بتمحيها للأسف لحد هلا ما وصلنا للنتيجة. طيب حكيم، طالما عم نحكي عن ردات فعل الجسم وأنواع كثيرة للندبات، خلينا بداية نحكي عن أسباب ظهورها. يعني أكيد لكل نوع في سبب، اشرح أكثر عن هذا الموضوع. السبب الأذية أول شيء متعدد، منه الحروق، منه الإصابات، الحوادث، ومنه الأسباب الجراحية. يعني جراح تقصد يعمل العملية، مفروض عليه يعمل جرح، فغالبا الأذيات اللي فيها رد شديد، حوادث، حروق، هي بتعمل أذية عميقة. الجلد عبارة عن طبقات متعددة، كل ما كانت أذية عميقة أكثر رح تعطي ندبة أكبر. أما الجروح السطحية، حروق سطحية، ممكن تشفى بندبات قليلة الظهور. إذا عمق الندبة، تلوث أثناء الجرح، لهيك دائما الحوادث فيها غبار، فيها جزايا معدنية، رح تحرد رد فعل أكبر وتعطي جروح أعمق. تفصيل إضافي، مثلا نفس المكان قلنا عنه جروحه حلوة، ما اتجاه الجرح ممكن يختلف. يعني ممكن جرح بهالاتجاهات، يمن علي كاميرتك هون حكيم، فينا الجرح بهالاتجاه هذا رح يعطي، حيضيع مع خطوط الجلد. جرح بهالشكل هذا بنفس الشخص ونفس العمق ونفس الجراح ونفس الخيوط رح يعطي ندبة أوضح. تفاصيل معقدة. موضوع الخيوط كمان سؤال بنسأل كثير، انه في شيء اسمه خياطة على الليزر،
بدنا حدا يخبر العالم كلها انه ما في شيء اسمه خياطه على الليزر. هي كثير منتشره دكتور بشكل مو معقول انه نحن عم نعمل شيء تجميلي، خاصه اذا بدنا نقول للسيدات اللي يمكن عندهم ولادات قيصريه، فهون بيجي الكلام انه ممكن تكون خياطه ليزر مثل ما تفضلت وحكى دكتور، وحتى اللي ما تعرضوا يمكن لهذا النوع من الخياطه بيقولوا انه نحن ممكن بجلسات ليزر ممكن تروح، فشو مدى صحه هذا الشيء؟ في شيء اسمه ليزر، بس اول شيء كلمه خياطه على الليزر ما في. بعض المرضى بيشوفوا العمليه الجرح بعد عمليه انه ما مرق بمرحله اسمها فك طب، طبيب ما طلب له فك طب، هذا موجود، هي اسم الخيوط الممتصه بسموها عامه الخيوط اللحميه موجوده. وموضوع صناعه الخيوط كمان موضوع معقد جدا، شركات بتغير كثير مواصفات الخيوط الجراحيه، يعني بيختلف استخدامها من دكتور لتاني. تماما، ونحن بنعرف مين الخيط اللي بيعمل ندبه اقل، بس احيانا الجرح او العمليه بتفرض علينا نستعمل خيط اكثر متانه بس اقل جماليه. بس عملية الزايدة أنا مضطر استعمل خيط أو عمليات البطن بشكل عام أو الأطراف السفلية، محلات فيها شد عضلي مضطر استعمل خيوط متينة أقل جمالية بس متانة بتأمن لي إغلاق للجرح. إذا استعملت نفس الخيوط الناعمة تبع الوجه بمكان تاني من الجسم رح يفتح الجرح بعد كم يوم، فأحيانا بده يصير موازنة بين متانة الجرح وجماليته. لهيك بنشوف حدا كتير بيقول لك يعني انه هذا الدكتور ما كتير شاطر، الدكتور الثاني ساوالي تجميلي الخيط كان انه انا ما رحت على الدكتور. تمام، فكتير مهم نفسر ليش اليوم احنا عم نستخدم هذا الخيط. مثل ما قلنا الخيوط الممتصه اللحميه هي اقل عبء على المريض من فك الاطاب وعلى الطبيب حتى، بس مو هي مانا اكثر جماليه، ممكن استعملها عن طفل، انا في طفل تعرض لعمليه وتعرض لتخدير عام، فك القطب مانو اجراء بسيط عند الطفل، فبيعمل له قطب ممتصه لحميه. الاهل بفكروا انه خياطة على الليزر، هي ما خياطة على الليزر، هذا خيط مخبى تحت الجلد وراح يتحلل تلقائيا. رغم اني بعرف انه لو استعملت خيط بحاجه فك بسميها خيوط النايلون مثلا هي افضل، بس انا الطفل ما في داعي اعرضه لتخدير ثاني كرمال اسحب له الخيط. طبعا بعض الجراحات القيصريه كمان بعد ترهل هذا خط ناعم، بغض النظر حتى لو كان خيط اقل جماليه فهو خيط جيد مقبول. اذا خياطة على الليزر ما في. في خيوط لحميه مخبايه تحت الجلد ما عم يشوفها المريض عم يفكرها تجميليه. ممتاز انه ننسى نحن دكتور قصه الخياطه على الليزر، لانه هي فعلا منتشره، يعني بتشوف اغلب السيدات انه انا خياطه على الليزر، انه هذا الشيء ما بيترك. يعني تخيلي انت القصه، يعني كيف بدها تكون خياطه على الليزر؟ هي منتشره فعلا رشا بالفتره الاخيره، خاصه العمليات القيصريه مثل ما قلنا. بس دكتور اذا بدنا نحكي عن هي الندب الناتجه عن عمليه قيصريه، كيف نقدر نخفف من اثاره في حال تم استخدام الخيوط يمكن الاكثر سماكه من الخيوط اللي عم نحكي عنها، ممكن انها تخف او تروح؟ اذا اول شيء انه في اجسام تفرض علينا ندبه ظاهره من البشره الغامقه، كمان المقارنه بين شخص واخر هذا بشره غامقه ندبته اوضح. طيب تعرضنا للعمليه مش حال الخيط الحيل الجراحه موجوده، في مرحله العنايه بالجرح بعد منها بترتب على المريض التدليك الجيد لهالندبه. لما بنسمع كريم مرمم هو ما له محايه للجرح، طبعا هو عباره عن مرمم بيساعد الندبه بتوجيه الشفاء، ما يكون رد فعل مبالغ فيه، يعني فينا نقول بيخفف 10% 20%، والدور ما له صفر بس ما له 100%. اذا المرحله الاولى يمكن بده مرحله كثير طويله كمان دكتور. شفاء الجروح بيستمر عند البعض 6 شهور سنه وعند البعض سنتين. الندبة حتى تستقر وتاخذ نتيجة نهائية بدها صبر، احيانا توصل للسنتين، تمر بمرحلة ضخمة حاكة احيانا نافرة، بتضل بدها عناية حوالي السنتين. من الشغلات اللي بتفرق من شخص لاخر وجود امراض، مرضى سكري الله يشفيهم عندهم جروحهم بتاخر شفاء، تاخر شفاء رح يعطي جروح واضحة. تدخين تام، كل مرة بدي احكي عن التدخين، التدخين بيأثر على شفاء الجروح بيعطي ندبة اوضح، وكثير جراحين بيرفضوا يعملوا عمليه اذا ما انا اضطراريه اذا كان المريض مدخن عشان ما يحصلوا على ندبه واضحه. يعني اتفقنا على نقطه اليوم انه انها تمحي او يكون الاثر يروح نهائيا ما في. تمام، تجميليا قد ما نحن غيرنا بنوع الخيط ورحنا لخيوط كثير غاليه او شيء ما له علاقه القصه. طيب دكتور احيانا عمل جراحي، احيانا حادث، احيانا تصبغات، حب شباب ممكن بيطلع بفتره ما للشباب وبيروح ولكن بيضل اثاره، بنقول بالعاميه بيحفر مكانه، هدول القصص يعني كيف بيتم الاختلاف بعلاجهم؟ يعني كل شيء له شيء، والمراهم قد ايه بتخفف هي القصه؟ المراهم لها دور مثل ما اتفقنا بالاشهر الاولى او السنه الاولى بتخفيف تضخم الندبه. علاج الندبه بعد ما صارت، مريض خلص صار عنده ندبه حابب يتخلص منها، ما
بعد حرق، بعد حادث، بعد حب شباب، كل منطقة من الجسم، كل عمق للندبة يفرض علينا علاج معين، علاجات متعددة. بنسمع تفضلتي إنه علاج بالليزر، لما علاج الندبة بالليزر موجود، مو خياطة بالليزر، علاج بالليزر. الليزر هو جهاز رح يحرض الجلد لحرارة، يحرض إنتاج خلايا جديدة رح تسبب تحسن. هاي بنستعملها غالبا بالندبات الناعمة مثل ندبات حب الشباب فقط، بده عدة جلسات كمان، بيحتاج فترة طويلة، عدة جلسات وتخفيف ومكلف يمكن كمان دكتور. أجهزة الليزر غالية، أجهزة الليزر غالية، عدة جلسات وراح تعمل تحسن قد يتراوح بين 30-70%، بس مو 100%، بس ممكن تستمر لحد السنة. محلات تانية ممكن تكون ندبة ضخمة، بس في أماكن بالجسم فيها مرونة بالجلد، نحن قادرين نتخلص من الندبة بعملية جراحية. في إذا علاج جراحي للندبات، في علاج بزرع أجهزة نسميها الحبالون، مدد الجرح السليم ومستأصل الندبة الضخمة. إذا في إجراءات جراحية ممكن تساعد. دكتور، بالنسبة لتشققات البطن، هذا السؤال يلي كتير بعثوا لنا عليه على الفيسبوك، إنه المرأة يلي تكررت حالات الولادة عندها وطلع لها يمكن تشققات بمنطقة البطن القدمين بمختلف المناطق، هون كيف ممكن نحن نخفف من هي التشققات وفعلا ممكن تخف أو لا؟ فين نخفف منها؟ بتخفيف منع ظهورها. أما القديمة ما تمام، ما ممكن نتعامل معها. هي عبارة عن أزياد بطبقات عميقة من الجلد، الطبقة الخارجية من الجلد سليمة، أما الطبقة العميقة متأزية فصارت ندبة. أما الكريمات بقى ما راح تفيد. ممكن باللحظات الأولى من تشكل مرأة أثناء فترة الحمل، هي حامل عم تصعب بتلاحظ ظهور الندبات، ممكن ترطيب الجلد يخفف. متى ما ظهرت من صعب جدا جدا، لا بقى ليزر ولا كريم بقى يفيدها. طب دكتور، الكريمات بتمنع ظهورها ممكن؟ قبل؟ ممكن قبل أثناء المرأة مثلا أثناء الحمل لاحظ أنه ممكن تعرض لندبات لتشققات حملية، ممكن تستفيد منها. بس بدها صبر وجلد واستمرارية يومية. هذا ما نوجد عند حدا لسه. أنه دائما بيقولوا أنه بفترة الحمل تستخدم كريم مشان الجلد يتمدد بطريقة مريحة أكثر من الطريات. دكتور، حكيت ذكرت الليزر، عم نسمع كثير بموضوع تقشير البشرة الكريستال وهي القصاص، بحالة الندبة ممكن يفيد المريض أو لا؟ الكريستال تحديدا هو عبارة عن حبيبات ناعمة بتعمل تقشير للطبقات السطحية جدا من الجلد، بتعمل نضارة مؤقتة. أما الندبة هي أعمق من ذلك. الليزر جهاز بفوت بالشعاع تبعه لطبقات عميقة فبيفيد الندبة، أما الكريستال لا. والكلف؟ الكلف بده أجهزة ليزر خاصة تصيب الخلايا الصباغية، جهاز مختلف عن التقشير. التقشير ممكن يعمل تفتيح تجديد بسيط، أما علاج كلف فعلي فهو له ليزر خاص. كمان أجهزة الليزر، بس الكلف دكتور يعني هو مشكلة كتير كبيرة وكتير شائعة، وعن جد بتسبب حالة نفسية لعند السيدة اللي تثقة بالنفس وغيرها. هو فعلا في له علاج دكتور، حتى لو كان طويل المدى؟ إذا بدنا في له علاج، نحكي أوش على الوقاية والتجنب الشمس. أكيد. يعني تجي لأي حدا بنقول له النص الأول عليك إنه ما تطلع بالشمس، لا ينزعج إنه كيف بدي حط كريم بيلتزم فيه شهر شهرين بينسى. الثقافة الصحية وتعامل مع البشرة شوي نحن بدنا نزيدها. إذا الوقاية من الشمس هو الأساس، ما في كلف رح يطلع تقريبا إلا بظروف معينة بدها شمس، أحيانا حمل، أغلب حالات شمس. فبدنا نزيد ثقافة استعمال الواقيات الشمسية، تجنب التعرض للشمس. بعد ما يظهر في كريمات بتفتح، هي باختصاص أطباء الجلدية بيوصف وقت الكريمات، بدها صبر مع الوقاية. يعني ما فينا نكون عم نطلع بالشمس ونحط المسا كريم، ما عم نستفيد شيء. كريمات بدها عدة أشهر أحيانا سنوات، وفي أجهزة ليزر ممكن تصيب الخلايا الصباغية وتخفف منه. أحيانا بيقولوا كمان الكلف البحري، هذا الحمل يعني هذا كمان كتير صعب، يعني حتى مو بس تشققات، اليوم المرأة عم تعاني من بكل أنحاء جسمها من مشكلة بسبب هذا الحمل. دكتور، معلومات كتير مهمة لليوم بهذا الموضوع، وهو بحاجة لثقافة مثل ما ذكرت حضرتك، وكتير هيك أكدنا على موضوع الليزر، الخيط بالليزر إنه ما في، ودائما نروح لموضوع الوقاية. أهلا وسهلا دكتور ضياء. شكرا لكم، يعطيكم العافية. شكرا لك دكتور، وكل التوفيق لك.